جمعية الشباب من أجل مكافحة ظاهرة العنف في المجتمع، هي الأخرى نظمت حملة توعوية حول خطورة العنف في المجتمع. رئيس الجمعية آدم أحمد تناول آثار العنف وأهمية التعايش السلمي في المجتمع، كما ناشد الحكومة والمنظمات الدولية مساعدتهم لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة. نحن الليلة في المجلس بطريقة جدا يساعدونا، ممكن باهي نمشوا، ممكن كرياري نمشوا، ممكن مرد نمشوا، عشان كده نطلب منهم من اللي شنو الإداريين والحكومين وكذلك المنظمة نطلب منهم شنو المساعدات إن شاء الله. الأمين العام لبلدية مدينة أمجرس عز الدين داود أشاد بهذه المبادرة التي قامت بها جمعية الشباب من أجل محاربة العنف في المجتمع. من جهاتهم أعضاء الجمعية تطرقوا إلى أسباب العنف وكيفية محاربته، بغية أن يعم أفراد المجتمع بالطمأنينة والسلام الدائم والعيش المشترك.